فإن قال قائل: إننا نجد عدداً من الأحاديث الضعيفة في هذه الكتب، فيقال له: لم تميز ضعاف الأحاديث من صحيحها إلا لأنها محفوظة، ولو لم يميز الصحيح من الضعيف لأمكن دخول الشك فيها، ولكن لما كان الأئمة متحرين لهذه الكتب ساعين في البحث فيها والنظر في رواتها وعللها وتمييز صحيحها من ضعيفها، دل ذلك على أن هذه الكتب محفوظة بحفظ الله جل وعلا لها.